أعزائي التلاميذ السنة الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية لهذه السنة. اليوم سوف ندرس le complément de but، الهدف. le complément de but، but الهدف. Alors les pompiers viennent pour sauver les gens. Les pompiers viennent pour sauver les gens. Alors, quel est le but des pompiers? شتا هو الهدف تاع لي بومبي من جاو بسرعة؟ لماذا؟ Pour sauver les gens. الهدف تاعهم هو إنقاذ الناس، هذا هو الهدف. Alors, regardez bien. Pour sauver les gens. Même pour حتى للتالي الآخر الجملة حتى للنقطة سموها complément de but. Complément de but. Complément de but. ولا l'expression de but. يا إما complément de but. ولا l'expression de but معناتها في الشهاده لا قال لك استخرج complément de but ولا l'expression de but تعقل غير على كلمه but روح من كلمه pour من pour حتى البوان كاع سطر عليها خاطرش كاين بزاف اللي يسطروا على pour ويحبس نو سي فو من pour حتى للبوان هذه كاع complément de but ولا l'expression de but السؤال تاعها شتا هو pourquoi Les pompiers viennent après le tremblement de terre. سؤال تاعها هو pourquoi. كان اللي يقول لي هذه pourquoi لقيناها في لا كوز. سبب. هذه pourquoi تلعب دورين. طرح السؤال على لا كوز. pourquoi تلعب دورين. نسألوا بها على لا كوز ونجاوبوا car parce que. وتسأل عليها ثاني على لو بوت الهدف. معناتها لو جور دو ليكزامان في الشهاده كي تلقى من الاسئله تاع لو كومبريونسيون دو ليكري بوركوا هذا السؤال بوركوا حوس في النص ثلاثه تاع تاع الصوالح يا اما تحوس على كار وحتى للنقطه يا اما تحوس على باغ سوك وحتى للنقطه يا اما تحوس على بور حتى ثاني للنقطه نعاود هذه غادي نعطيها لك أستوس كنت نعطيها للتلاميذ كي تشوف كلمة بوركوا في الأسئلة في الشهادة إن شاء الله في لي زيكزامان وين ما كنت ألوغ دون لو تيكست شنو غادي تحوس يا إما كار ولا باغسكو ولا بور بصح ماشي غير هذا تكتبهم وحدهم حوس حتى للبوان من هذا حتى للبوان معناتها يا إما غادي تلقى الإجابة بهذه يا إما غادي تلقى الإجابة هاك ولا غادي تلقى الإجابة بور Alors, regardez bien هنايا pour. Pour sauver. شوفوا تو pour موراها un verbe اللي هو sauver. شوف مليح sauver هذا هو الفيرب. Alors, هذا الفيرب ما راهش مصرف. راه à l'infinitif. معناتها القاعدة اش تقول لي؟ Après pour, نبدا مورا pour, نستخدم le verbe à l'infinitif. ها هو. Par exemple, il veut devenir un médecin. هو يريد أن يصبح طبيبا. Pour aider لي مالاد لكي يساعد المرضى pour aider les malades شوف مليح معايا pour وراه complément de but complément de but ها هو كاع منا من pour حتى لي مالاد هذه كاع l'expression de but ولا complément de but alors الحاجه الثانيه اللي غادي نقولها لك نبدا مورا pour le verbe se met à l'infinitif verbe اللي مورا pour دائما يجيني à l'infinitif غير مصرف نروحو ليكزيرسيس اكزيرسيس سوليني لو كومبليمون دو بوت او بيان ليكسبرسيون دو بوت ما تخلطش الكومبليمون دو بوت ولا ليكسبرسيون دو بوت عقل غير على كلمه بوت لي شيان سون انتريني ولا سون انتريني بور تروفي لي فيكتيم حوس لي على الكومبليمون دو بوت وسطر لي عليه il faut faire vite Pour sauver les gens sous les décombres. Numéro 3. Je serai pompier pour aider les gens en danger. Où c'est le complément de but? Où ça travaille? Alors, هذا تبان لي بلي هضر قصير وواضح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.